بداية أنه أنا ما أحب شيء اسمه نقص، لأنه من منظور إلهي نعم أخذ الموضوع أنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، نعم. لأنه ماكو شيء إحنا ورثناه بنقص، نعم. إحنا يعني بذرتنا إحنا كاملة والكمال لله عز وجل، نعم. فالنقص العاطفي أو السلوك النقص العاطفي إحنا اللي تبنيناه، الإنسان نعم. اللي تبناه من سلوكياته، من أفكاره، من معتقداته، من المجتمع، فماكو شيء اسمه نقص، إحنا انخلقنا في أحسن تقويم. إذا كان الشخص عنده طاقات حسية أكثر من غيره، يعني مثلاً شخصية تشعر أكثر من غيرها، هذا راح يكون مؤثر قوي انه هو يستشعر بالفراغ العاطفي او الاهمال العاطفي وليس النقص العاطفي. فالاهمال او الفراغ العاطفي يستشعره ذات الشخصيه اللي تكون طاقتها الحسيه بنفسها وبالاخرين اعلى من غيرها، يستشعر انه مثلا اني ما مرغوب، اني ما محبوب، مثلا اني ما مقبول من المجتمع، او اني غير مرحب بي. فهنا إذا إحنا ندخل في جانب الطاقات، هذا الشخص طاقته الحسية أكثر من غيره، فيشعر بالإهمال أو الفراغ العاطفي وليس النقص العاطفي. نعم. طيب اليوم عندنا تأثير النقص العاطفي على الإنسان. نعم. طيب هل ممكن النقص العاطفي يأثر على سلوكيات الإنسان بحد ذاته؟ أو ممكن نعم. أنه أنا أشوف كثير عوائل وكثير أطفال ما يتلقون الاهتمام الكافي، كثرة المشاكل وكثرة اليوم الأم والأب ملتهين بحياتهم كيف يوفرون المعيشة، جاهلين عن إعطاء العاطفة لأولادهم، ملتهين بالآيباد، انطي شافته بشا انطت الآيباد، ماكو أي فعاليات أو إحداثيات تنص على أنه الطفل في اهتمام، في وعي، في كثير أمور. طيب ليش اليوم هل هذه الأمور جميعا عندما تصبح نقص هل راح تأثر عليه بالمستقبل على سلوكياته، على مجادلاته؟ أكيد طبعا السلوكيات، شوفي يعني احنا سبحان الله السلوكيات اللي نستمدها احنا او نتبناها اما تكون موروثة او مكتسبة، فاكيد راح تأثر على سلوكياتنا. شوفي بالآونة الأخيرة ازداد حجم الوعي عند الناس، فأنا اليوم مثلا إذا شخص من خلال سلوكياته راح أشخصه انه هل انه هذا الشخص يعاني من الفراغ العاطفي، يعاني من الإهمال العاطفي، او بما ذكرتي النقص العاطفي. هذه الشخصية بالذات راح تكون عصبية، تتنرفز بسرعة، مثلا عندها مستوى الفرح محدود جدا، يعني شقد ما انه الناس فرحانه، يمكن الناس فرحانه مده يوم كامل، هو راح يفرح ربع ساعه نص ساعه ويرجع الى الدوامه اللي هو قوقع نفسه بيها. فاكيد خاصه اذا مثلا اذا شخص ناجح بعمله او ناجح في حياته، اذا كان عنده هذا الفراغ العاطفي او الاهمال العاطفي راح ياثر عليه بمستقبله، لانه قلت لك الفراغ العاطفي الإهمال العاطفي يقوقع الإنسان، فيصير إنجاز الشخص مع الأسف يتوقف أو يقل إنجازه، فأكيد هذا الشيء يأثر على سلوك حياته.